السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، إن شاء الله اليوم سنبدأ بشرح دروس العلوم للصف الأول الأساسي. نبدأ بوحدة الحركة والدرس الأول الحركة. بسم الله نبدأ. القمرية، الحركة، 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 ال ال الح الح ر الح ر ك الحركة. إه تلفظ إه وتكتب تاء مربوطة. الآن الأشياء حولنا إما ساكنة أو متحركة. الأشياء حولنا إما ساكنة أو متحركة. مثلا الكرة على الأرض ساكنة، لكن عند رمي الكرة تصبح متحركة. أعيد، الكرة على الأرض ساكنة، لكن عند رمي الكرة تصبح متحركة. نكتب ال آ ال ال أ ال أ إش الأش يا الأشياء إئ الأشياء ح إو حو ل حول ن ن إي آ همز كسرة إم ما في شدة إم ما س كي ن إه ساكنة أ إو أو مو ت ح ري ك. الأشياء حولنا إما ساكنة أو متحركة. الأشياء حولنا إما ساكنة أو متحركة. الرجاء التركيز على كلمة ساكنة متحركة. الأشياء حولنا إما ساكنة أو متحركة. ثانيا، الإنسان يتحرك. الإنسان يتحرك، فيتحرك بطرق مختلفة. يتحرك الإنسان بطرق مختلفة. نقول أنواع حركة الإنسان. أنواع حركة الإنسان. أنواع حركة الإنسان. المشي، الحركة العادية المشي. المشي المشي الم المشي المشي. ثانيا، الركض ال لكن لام شمسية تكتب ولا تلفظ. الر اللي معها مشدد الر اك الرك اض اض
الركض، الركض، المشي، الركض، أنواع حركة الإنسان، المشي، الركض، المشي، الركض، المشي، الركض. ثالثا السباحة، أيضا شمسية، ال تكتب ولا تلفظ، السباحة، السباحة، المشي، الركض، السباحة، المشي، الركض، السباحة، المشي، الركض، السباحة. رابعا القفز، قمرية، القفز. أكثر شيء تظهر عند لعب كرة السلة، القفز، عند لعب كرة السلة، القفز، المشي، الركض، السباحة، القفز، المشي، الركض، السباحة، القفز. خامسا التأرجح، التأرجح، الشمسية تكتب ولا تلفظ، الت أ الت أ ر التأر جو التأر جح تظهر عند اللعب بالمراجيح، مراجيح الأطفال، تأرجح تظهر عند اللعب بمراجيح الأطفال، التأرجح، التأرجح. دن. أنواع حركة الإنسان، المشي، الركض، السباحة، القفز، التأرجح. سادسا الدوران، الد شمسية أيضا تكتب ولا تلفظ، الد و ر إن الدوران، وهي الحركة بشكل دائري، الحركة بشكل دائري، الحركة بشكل دائري، هكذا الدوران، الدوران. إذن نعيد، أنواع حركة الإنسان، المشي، المشي، الركض، السباحة، القفز، التأرجح، الدوران. أمهاتنا الفاضلات، الرجاء تدريب الطلاب على القراءة والتهجئة والكتابة غيبا للكلمات، للكلمات. نعيد إذن، كان درسنا اليوم عن الحركة، الحركة، ونقول مرة أخرى، الأشياء حولنا إما ساكنة، 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 أو متحركة، أو متحركة. مثال، قلنا الكرة على الأرض ساكنة، عند رمي الكرة تصبح متحركة. الطائرة في المطار ساكنة، لكن عند الطيران بالجو تصبح متحركة. الإنسان يتحرك، الإنسان يتحرك، ويتحرك بطرق وأنواع مختلفة، فنقول أنواع حركة الإنسان كالتالي، أنواع حركة الإنسان، المشي، المشي، وهي الحركة العادية للإنسان، المشي، الركض، الركض، وهو المشي بسرعة، الركض، المشي بسرعة، السباحة، وهي الحركة في الماء، السباحة، وهي حركة في الماء، القفز، اللي تتمثل عند لعب كرة السلة، عند لعب الكرة يقفز الإنسان، التأرجح، وهي حركة اللعب بالمراجيح، الدوران، الحركة بشكل دائري. نعيد الكلمات، المشي، الركض، السباحة، القفز، التأرجح، الدوران. الرجاء كتابة الملخص والتدرب على القراءة والكتابة والتهجئة، القراءة، الكتابة، التهجئة، وخصوصا الكتابة غيبا.
والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.